الفنون هي مرآة الشعوب. العروض السعود فنانة تشكيلية متميزة تحمل لوحاتها جمال مشاعرها وتمثل صورة جميلة لأبناء هذا الوطن وبخاصة فتياتها المبدعات. نلتقي اليوم طبعا بعنود السعود تحدثنا عن هذه اللوحات المتميزة والجميلة أيضا. أسعد الله مسائك عنود. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن جالس أشوف يمكن حتى المشاهدين جالسين يشوفوا لوحاتك فعلا مرة جميلة ومتميزة. يعني عندك إبداع في هذا الفن التشكيلي، حدثينا عن بداياتك، متى بدأتي هذا العالم؟ بديت آخر فترة يعني شيء آخر أربع سنوات والحمد لله يعني بديت أعلم نفسي شوي شوي لأن النتيجة بتشوفونها. هل عن دراسة أم؟ لا مو دراسة، موهبة؟ حب وعلمت حالي. أنت تعلمتي لوحدك؟ إي يعني ما درستي يعني مثلاً؟ لا ما درست وما كنت يعني أنه من البداية أنه أحب التشكيلي، كنت قبل يعني أبيض وأسود، بس التشكيلي آخر أربع سنوات لما شفت فيه تشجيع وصارت تعجبني لوحات البوب آرت شدتني فاشتغلت عليها. طب أنا ملاحظة في كل لوحاتك جميلة عنود، بس كلها عن أشخاص معينة مثلا أو شخصيات. بالضبط. لنتحدث عن هذه اللوحة اللي هي فعلا قريبة. أنا أول ما استلمت هذه اللوحة عنود أسوي كذا، أقول فيها كذا، بعدين سويت كذا، لو وصلت لهذه الصورة صح؟ صحيح؟ بالطريقة هذه؟ صحيح. أيوه صحيح. مثلاً شخصية هي امرأة والألوان بتمثل يعني فيها حزن، فيها فرح، فيها صفاء وكذا. يعني نفس كل مرأة تحمل كل هالمشاعر. ما شاء الله تبارك الرحمن. قلتي قبل كذا أنت ابتدأتي بالفن التشكيلي بالأبيض والأسود وبعدين ملون؟ لا كنت أرسم بالأبيض والأسود اللي هو رصاص وفحم، بس أنه شدني البوب آرت فابتديت أشتغل عليه حبيته. طيب إيش رأيك نتكلم عن لوحة لوحة؟ تفضلي. أوكي نبدأ مثلا بهذه اللوحة اللي هنا في البداية اللي هي البنت. طبعا هذه شفتها برنامج وحبيت الابيض والاسود مع الاحمر فقلت بنفذها بس بطريقتي انا. يعني ممكن انت تستوحي افكارك مثلا من طبيعه من برنامج؟ لا انا اتابع كثير. تتابعي ايش؟ فنانين كثير ما شاء الله، فالحمد لله من كل فن اسقي عيني قطره. من مين تاثرتي اكثر فنان؟ ما في تاثير باشخاص معينين، بس للامانه اللي بيشدوني في يعني مو مشهوره مره بس اسمها رايا، طبعا هي امريكيه. ايضا بيكون عندك مايكل انجلو، صحيح قديم بس انه فنه مره روعه، فان شاء الله انه اتطور لهالمرحله. كل شيء قديم حلو يا عنود من جد. طيب عنود اذا اردنا ان نتحدث عن المدرسه، يعني اسلوبك، يعني في كثير مثلا من الفنانين التشكيليين مثلا بيتبعوا مثلا مدرسه معينه، المدرسه الفنيه مثلا بتكون سرياليه او شعبيه او تكعيبيه، ما هي المدرسه التي تنتمين اليها او تتبعينها؟ أنا اتجهت للبوب آرت لأنه هو مدرسة حديثة، يعني قبل ما كان موجود. يعني فيك تجيبين شخصيات وتحولينهم بألوان، يعني ما تكون ألوان طبيعية، في ألوان جريئة، في ألوان دافية، في أبيض وأسود، بس لو تعرفين هذا الشخص فهذا الفن اللي حبيته وشدني اللي حبيتيه يعني. فعلا. طيب نتحدث عن هذه اللوحة اللي أول واحدة. أيوة أول واحدة. يعني فكرت انه لما اي شيء يصير لك في الحياه يعني تعاني منه المفروض انه يتحول لقوه ما يكون ضعف. الثانيه اللي عليها ثعلب اللي هي القوه، إيه؟ يعني تربج الى القوه. يعني اي شيء يصير لك لا تخليه ياثر فيك، خليه يقويك اكثر من انه يضعفك. وهذا بالنسبه للرجل العجوز حبيت الملامح لو تركزين فيها بتلاقين فيها انه من جد فيها تعب، بس انه حولتها بالالوان الزمن كلها. بالضبط. بس بالالوان حاولت اضيف لمسه انه يكون فرح اكثر. طيب وهذه الصوره اللي انت قسمتها لونين بالضبط، بالملون وبالابيض والاسود، ماذا قصدتي بهذا المعنى؟ هذا الشخص الطبيعي، انه يكون في جانب حزين، يكون في جانب ايجابي، واضحه يعني من اللوحه، يعني انه حنين الى الماضي. هي فعلا واضحه ومميزه. هي بتكون انه يعني البني ادم تكوينه بيكون مختلط بين هذا وبين هذا. لان انا اللي فهمتها من هذه اللوحه تحديدا انه انت قسمتيها نصها ابيض واسود نصها ملون، انا قلت الحنين الى الماضي، يعني لما بيكون مثلا هذا. بالضبط، هي نفس المشاعر، فيها حنين، فيها انه تطلع، يعني الازرق فيها تفاؤل، الاصفر فيه يكون شوي الم، الاسود قوه. صحيح. طيب والثانيه؟ اي واحده؟ كوايت، هدوء، واضح هدوء ثابته ولا كلمه.
اي جميله بهذه اللوحات. طب حدثينا عن الادوات المستخدمه في اللوحات. بستخدم الوان الاكريليك اغلب شيء، الزيتيه اذا احتجت وبس. طيب ايضا تميزتي بالطباعه على الاكواب. مو طباعه، ارسمها يدوي. ترسميها يدوي على الاكواب؟ على الاكواب وعلى التيشيرتات، على الملابس بالضبط. فقط التيشيرتات القطنيه ام هنالك مثلا بعض الاقمشه اللي مثلا ما تقدري او ترفضي مثلا انك انت ترسمي على هذه الاقمشه؟ للامانه انا جربت بس التيشيرتات القطنيه، بس ان شاء الله ليش لا نجرب. جربتي كل شيء؟ اي جربت الحمد لله. وهي حلو لانه مميز اكثر من الطباعه، يعني فيني اطلع اي شيء انا ابيه. الطباعه لا خلاص شيء معين وبينطبع، بس الرسم لا، يعني بيكون في تغيير على حسب الطريقه اللي انا ابيها. يا ما شاء الله تبارك الرحمن، من جد ربي يوفقك. يعني موهبه ما هي دراسه، يعني احيانا فعلا الموهبه بيقدر الواحد مثلا اذا عنده موهبه وطموح يحقق اكثر من اذا درستي في نفس مجال هذا التخصص. مين اللي دعمك؟ كيف نميتي انت هذه الموهبه؟ يعني اللي حوالي شافوا انه اللي اعمله شيء حلو. طبعا في البدايه ما كنت مركزه انه انا اسوي شيء يعني ممكن يطلع بهالشكل. فكرت أجرب ليش لا، حبيت، صار إدمان عندي، وإن شاء الله يعني أطمح إنه يكون شيء مميز. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب نرجع نتكلم عن هذه اللوحة اللي على رأسها ثعلب، يعني قصدتي فيها القوة، يعني هي سيدة وحطيتي فوق رأسها ثعلب. هو بيكون من لو تلاحظي من الألوان وفي قطع جريدة إنه كلام وفي ألم في يعني اي شيء انه ممكن تمر فيه مفروض نخليه احنا يقوينا بدل ما نضعف. ومبين من الالوان انه في الم، بس من الذئب اللي فوق راسها والعيون انه في قوه شخصيه. طيب وكيف جات بالك فكره الهدوء؟ اللوحه اللي جنبها طبعا بالضبط. يعني ليه رسمتي مثلا انه وحده نايمه وكتبتي هدوء؟ يمكن اللحظه كنت هذه اللحظه كان عندك هذا الاحساس انه انت محتاجه لهدوء فرسمتي هذه اللوحه. بالضبط. وبعدين انا احب من عشاق الاسود. من عشاق الاسود؟ اي لدرجه كبيره يعني. فحبيت انه تكون بهالمنظر انه كلها غامقه وبنفس انه تعطي الانطباع. هي جميله مميزه من جد. وعجبتني بعد اللي نص ابيض ونص اسود اللي هي ملونه، انه الحنين الى الماضي والحاضر والطاقه الايجابيه. اي بالضبط. ما شاء الله مره جميله. طيب في لوحه بعد ما تكلمنا عنها اللي هنا، لانه مو شايفتها بس ما انتبهت لهذه اللوحه. طيب هنا في ثلاث شخصيات في هذه اللوحه. بالضبط. هذه هذه مجنونه، حاله مجنونه يعني يعتبر. ايه استخدمت الالوان اللي هي جريئه شوي مع الاسود، تعطيك الانطباع اللي هو البوب ارت بزياده. البوب ارت يحتاج. طيب ليه ثلاث شخصيات رسمتيهم مثلا في هذه اللوحه؟ لانه الفكره حلوه. فكرة حلوة جميلة. يعني بدل ما تكون شخص واحد في لوحة نغير، واللوحة مو مساحة كبيرة، فإنه فكرة كويسة إنه يكون أكثر من شخصية. فعلا جميلة إنه ثلاث شخصيات. بالضبط. هل ثلاث شخصيات مختلفين أم لا؟ مختلفين طبعا. يعني واضح. جالسين علشان المشاهدين بعد، ثلاث شخصيات مختلفة. مختلفة واضحة يعني من الألوان من هل مثلا أي متلقي يقدر يفهم مثلا معنى اللوحة؟ يعني أنا شايفة لوحاتك بسيطة جميلة وبسيطة في المعنى في الوضوح. بالضبط. يعني أنا في بعض اللوحات ما أفهم إيش هذه اللوحة مثلا، تلاقي مثلا الفنان بيرسمها بطريقة فعلا فيها غموض، بس ما شاء الله تبارك الرحمن من جد لوحاتك وأنا بشوفها خلاص يعني عرفت إيش يعني إيش معنى هذا الكلام، أو يعني المتلقي بيكون سهل عليه إنه يفهم هذه اللوحات. للأمانة هذا اللي أنا أتعمد أنه يكون الشيء بسيط وفي نفس الوقت ومفهوم. يعطيك إيه الفكرة. ما أنا لما أفهم اللوحة أنا حعجب في اللوحة، يعني عارفة يعني أنا لما أفهم يتشد. هذه اللوحة إيش هي أكيد حتشدني وأنجذب لها، وأحاول حتى مثلا إذا معنى ما فهمته إني أنا أطلع هذا هذا المعنى، وهذا دور المتلقي. هذا اللي أنا أتعمد، لأنه المفروض إنه اللوحات أو الشيء اللي تحطه قدامنا لازم يضيف لك. إذا أنت تحب إنه يغير يعني مزاجك، إنه يعطيك شيء إيجابي اليوم، المفروض إنه في كل مكان نجلس فيه يكون في شيء يعطينا دافع. هل شاركتي في معارض؟ للأمانة لا، بس إن شاء الله. طب دحين كل هذه اللوحات في بيتك حطتها، ما شاركتي ولا في معرض؟ ابدا، انا اساسا بديت متاخر يعني يا دوب هالفتره فكرت انه ما شاء الله تبارك الرحمن. مثلا مثل هذه اللوحه الكبيره، ونقول مثلا السيده هذه اللي عليها ثعلب، كم تاخذ وقت معاكي؟ هذه ما طولت فيها يمكن شيء اربع ايام. اربع ايام وبعدين منفصله، يعني لو جلست يعني اعطيتها وقت اكثر ممكن خلصت قبل.
ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب كلمة أخيرة، نصيحة توجهها لكل فتاة طموحة أو يعني تريد أن تدخل مجال عالم الفن التشكيلي، ما هي النصائح اللي ممكن توجهيها لها مثلا، أو العقبات اللي واجهتك وأنت تخططيها فعلا عنود؟ لازم تعلم نفسها، تدفع نفسها، تمارس. الممارسة تخليك تطلع أشياء أنت ما تتخيل أنه تطلع من نفسك. وتبدأ. يعني ما في مجال للتأخير. أنا تأخرت، أنا من الناس اللي تأخرت، ما أحس اللي تأخرت، الحمد لله النتيجة طلعت كويسة، بس أنه المفروض الواحد يبدأ، لأنه كل ما مارست كل ما طلع منك شيء أحسن. أكيد في طموح مثلاً أو خطة مستقبلية لك؟ إن شاء الله، إن شاء الله أنه أترك بصمة باسم العنود بأي مجال أنا أحبه، مو بس الفن. أنت تركتي بصمة أوريدي يا عنود، الله يعطيك ألف عافية. شكراً لك على حضورك، فعلاً تسلط الضوء على لوحاتك الجميلة المميزة. الله يعطيك. أتمنى لك كل التوفيق. حبيبتي، thank you.